يا شيخ السلام عليكم، عندي استفسار. ها. إذا كان الزوج من زوجة الزوجة الثانية، أوكي، والزوجة الأولى يعني مش مقصرة معاه في أي شيء، بس من عقب زواج الزوجة الثانية اختربت العلاقة، صارت تقصر. لا لا، مش إنها تقصر، يعني من الزوج ضد الزوجة الأولى، يعني أي فعل أو أي كلام تقوله لها الزوجة الثانية يروح يطبقه على الزوجة، تطبقه على الزوجة الأولى. يعني عقب يعني صبرت سنة أو سنتين أو ثلاث، بعدين بدأ شيء يتمادى، يعني الزوج يغلط على الزوجة، على أهلها مثلا، على شرفها، على وايد أشياء. فالزوجة بدأت أنها تأخذ حقها من القضاء. يعني هل يجوز، يعني إذا كانت الزوجة يعني خايفة على عندها عيال وتبى بيتها، هل من حقها أنها تطالب أنه يعني يقطع علاقته مع الزوجة الثانية بما أن بينهم أضرار وهو عارف هالشيء، أو أنها تكمل دربها أنها تكون الفصل بينهم وايد أحسن؟ شوف، مسألة الزوجة تطالب زوجها أن يقطع الثانية لا يحق لها. أوكي. ما يحق لها. لا، طالما أنه يوجد حقوق وواجبات، ما يحق للزوجة الأولى أو الثانية أن تطالب بترك الأولى، أو تطالب الأولى بترك الثانية، ما يحق لك. أيوة صح، أكيد. علمتي؟ لكن أيوة. أنت لجوئك للمحكمة، لماذا وجد القضاء؟ لحماية الناس. طبعا. لماذا وجدت المحاكم؟ لأخذ حقوق الناس ولاسترجاع حقوق الناس. فهذا من حقك الشرعي، إذا الزوج ما نفع معه لا الكلام ولا موعظة الحسنة ولا شفاعة الأهل، ما حد يلومك. أيوة. علمتي؟ إن شاء الله. أيوة. يطول لي بعمرك يا فاطمة، وانتهى الوقت. أسأل الله عز وجل لي ولكم توفيق، غدا نلتقي بإذن الله، أستودعكم الله.